سبحان من أنزل العفو إلى الدنيا وجعله بين الناس نبراساً من نور. فخذوا العفو وأمروا بالعرف واعرضوا عن الجاهلين. فالعفو صنو العبادة وجوهر العبادة مساعدة الغير، والتراحم هو غاية وجود الإنسان. فلا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد إتمامه، وتراصوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وتعاونوا على البر والتقوى لتسددوا ما عليكم من ديون الحياة.